نحن هلا موجودين بالقسم الآسيوي بمدينة اسطنبول، تحديدا بشارع بغداد. انا لما بنزل على هي المنطقة كتير برتاح، كتير بكون مبسوط لانه بحس هون الدنيا اهدى. بالمنطقة الأوروبية بالقسم الأوروبي بتحس هنيك الدنيا حركة كتير، بيع اشتري اشتري بيع، كلها بورصة، الناس عم ترقد وراء الحياة تبعها، استثمارية المنطقة أكثر. أما هون المنطقة هادية، بتحس يمكن المقولة المفضلة عندهم الدنيا انخلقت بست أيام. الأحلى من هيك إنه نحن اليوم عم نشوف واحد من أفخم وأغلى المشاريع بهي المنطقة. أكيد بدكم تضلوا معنا لأنه رح تحبوا كتير هذا المشروع، خليكم معنا. الخدمات الاجتماعية بهذا المشروع فعلا بتميزه. في المسبح الخارجي، في المسبح الداخلي، في ساونا، الفتنس، غرفة البخار، كل شيء متوفر. وبالإضافة في لاونج، بكل برج من هدول الأبراج الأربعة موجود لاونج، في للحفلات الكبيرة، في للتجمعات الصغيرة، وبالإضافة لكاستمر سيرفيس موجودة كمان عند كل برج. نحن هلا موجودين باللونج تبع البلوك سي، مثل ما اتفقنا اربع بلوكات وهذا اللونج تبع هذا البلوك. اللونج ما له كتير كبير، بس ملان كان بتحس حالك ببهو فندق خمس نجوم. في منطقه ليلعبوا الاولاد الصغار، في منطقه اذا بدك تعمل شيء بالمطبخ بدك تحضر شيء تشربه، بنفس الوقت في منطقه للطاولات اذا في عندك عزيمه صغيره بدك تعملها للزوار وما في عندك مكان كافي بالبيت. رح خليكم هيك مع لقطات لهي المنطقة تشوفوها. نحن كنا عم نشوف المشروع من برا، هلا نحن عم نشوف الشقة هي طبعا جاهزة، مساحتها 223 متر مربع. ما رح احكي كتير، رح خلي الكاميرا تورجيكم قديش حلوة الإطلالة وقديش حلوة الشقة. صرنا تقريبا حوالي 6 ساعات عم نصور بهذا المشروع. خلص الفيديو بظن هلا، صراحة أنا زعلان لأنه حنطلع من هذا المكان. حاولنا نقرب لكم كل التفاصيل بهذا المشروع، رح يضل عندكم أسئلة طبعا عن الأسعار، عن الشقة المتاحة للبيع. في عندكم أي سؤال طبعا فيكم بأي وقت تتواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الويب سايت يلي هو maximumproperty.com. شكرا كتير لكم، نهاركم سعيد.